إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح من كتاب فرض الخمس، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم. دور حديثا كسوء أخرين باب كاس حديث كيساء فراد ورغم كيسو يهي صدحكم بغل باطن يلبو يزيد الفقير. حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم. يزيد الفقير هو يزيد بن صهيب الفقير أبو عثمان الكوفي من كبار شيوخ أبي حنيفة، من شيوخ أبي حنيفة بكمدها ورب من كبارهم وهو تابعي فقير مكان مقلو عن قادرين من حالة ديسة حق الدنيا أي آذو يرتهي قلة ما في يده، لكن سيدا لو بتشهد مناسبة ربح واللقب لقب الله قد جاي مناسبة وحي هين أصيب فقار ذهره، يعني فقار حال رضا نبرك ابنه سا حلقات كيس كل حد عجرة مرك نبر كان نبر كجار وكحان صدي فقار الظهر سيدا درت هذا مرك لقب الله قد جاي ولا يري محوها الفقير يزيد الفقير مقعي سنو يزيد بن صهيب فقير ولقب لقب يتهي صوت كنت مدنا ضبر كرم لقاء السيبي. حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله من عمرو بن حرام صحابي جليل كها أنصاري كها صحابي وابن صحابي سقيا به بإله كراضي النقضاء، قال وحيري جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ما وحيري أحلت لي الغنائم غنائمتي ولي حلاليي نبي قال له حلاليي أمديسة برك من خصائص النبي بيكمتهاي نبي قال إيه أمديسة كهر نعدنا لون حلالين فأنا نبي الوقوني إلي أي كم ذهين. نعم أحلت لي الغنائم غنائمتي ولي حلاليي، إذن غنائمته حلال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حرام على غيرها. الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيل الله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة.
الأعرج نعم عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله إلهي با كفالة قاضي الله كفالة قاضي لمن قفوه كفالة قاضي جاهد جهادي في سبيله أي في سبيل الله لا يخرجه هنا بحنين إلا الجهاد في سبيله مويه وحب بحنيه لقاتشين ياهي قصد الجهاد في سبيل الله مويه وحكالي ما بحنيه لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله إيو تصديق كلماته تصديق كلمات الله كلمات كنا ووعدك إيبوها ربي إيبوهاي مجاهدين ته فضلك إيو درجات العلا وإله إيبوهاي أي الرميسي هاي وحاو بحيو بحين ينقصد كيسو والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ربي مركا وحوكا قاضي بأن يدخله الجنة إنه جنة قليو إنه جنة قليو ذنبي سنة لافو أو يرجعه أما أعليو إلى مسكنه قرقيسي الذي قرقيو خرج منه أكبحي أكدولي مع ما نال وحي أوقاري لجرته أجر مع ما نال وحي أوقاري من أجر أجر إنو عليو قريس وعليو مع ما نال وحي أوهلي ومن أجر أجر أو غنيمة غنيمة طيب وصد لبحالو قفكو هدو جهادو قصد كيسونا أويهي الغزو في سبيل الله أويهي والنيادو سيداتهي لما أخرمون با إلهي مدو بلن قاضي لما دونو إحدى الحسنيين والله بكر والله ونكسر إنو الشهيد نمهله وإلهي شهادكو أرزقه وجنة أقره وربا جنة الفردوس مركة كل انتواه روح جنة دي روح دي سو جنة دي بجرته هي إن أنما قضى أنما تقليه الله صلى نقضى قرقي سي أنما تقليه الله صلى نقضى صلى نقض كاسبا الله مركة مدعة مركة استبع أجر الله صلى نقضى صلى نقض كي أسوه أنما قضى وكو صلى نقضى مع الأجر إلا جهاد كان له جهاد الله بحال أجره سوما طلبة قاضية صانت قاضية ماشو كبري وحرم بأجر الصعداء خلات كيسي بأجر وعد أجر كاس لما مدية هي إن غنيمة لسعته يين إن غنيمة لسعته هدي الأجر مع الغنيمة هو الأفضل صمه هدي إن غنيمة وغن إن غنيمة لنا الأجر يكفي صمه مركز طبع ومستفيد إما إنه شهادة يجنى كل إبانه وإما أجر مع الغنيمة إنه كل إبانه وإما أجر إنه لصونه وإنت أم مركا وخير صعدة بكل جيس وفق مجاهد كاهي وخير صعدة بكل جيس لكن بشرط ما هو قصد كيسي نديس إنيتهاي إعلاء كلمة الله إنيته مركا غنيمة دي هل كان بالقدرة من أجر أو غنيمة مع ما نال من أجر أو غنيمة أي مع غنيمة نعم مركا استبى غنيمة أجر على صعدة أجر لعن ملي معنى هذا ماها إنه أجر هيل أيوه أدون الغنيمة هيل أدون غنيمة هيل أدون أجر لعن معنى هذا ماها الأجر مع الغنيمة نعم همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزى نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد
بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها ثم فلم تطعمها، فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا وحد لي نبي النبي من الأنبياء بيدي كمرة، يعني قبل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحال وشيء أهل العلم وكشيء سيدي بعض الروايات أي كتمت عند الحاكم في المستدرك أن هذا النبي هو يوشع بن نون، يوشع ابن نون. نعم، غزا وحد لي نبي النبي ومن الأنبياء أنبياء كمدة، يعني أراد أن يغزو مركو إسديارين يعيدن كي ديارين يي، فقال لقومه قوم كي سيبو حؤيري لا يتبعني يونا إخراع رجل ملك بضع امرأة، أي عقد نكاح امرأة ننها وينين نكاح سدي، وهو يريد أن يبني بها ودونيه إنو بلسوء قريقيه بدونيا، ولما يبني بها ولين مبريقين نكاسي إخراعي هاي غهارة مهمة دي سهر لما يستر، ولا أحد أحد نيون الإخراع بنى بيوتا قريا نسي ولم يرفع سقوفها، ولنا أن لما يسترين أن سقفك كوري ولي لما يسترين، ولا أحد أحد نيون الإخراع اشترى إبسدي غنما أري أو خلفات أما حاله خمياء، وهو إسقنا ينتظر أسوبيا ولادها للمدد أسوبيا وفول إلى لنيا كان يون إفراع صدح دودة بمحور ريبي قلبي قود وحي كقب يضع هاي كسو تقيم بقلبي قود كحرية قف قاسم الجهاد بقري كرام يا نوال بوحرا كقب يأها من غير بهذا أو عصب أو جوار بلغوا مهريي قلبي جسم متعلق بها للغاية أو يهي وين أقولي مجيء وديارنا يقولي يدي نكاس قلبي أمها يجهاد نقولي بالسي قريهنا وريق بيكيهين رجع قريها بسالة ويدي وحنوك إلى رهل يا قريه ما وريق بيكاء إسقون قلبي أمها يو نن أري أما جيل وحوي أنا مرت بهار ما يهب وقضي وصوب قطي وفول إلى لنا يا كان قلب أمها يجهاد صدح ده وحيق حرام ويرور قال الله سيحيق حرام وحيق تري ميان أيها أجر كابك أبو ميبا سمرت قال الله صدح رابو خيبي صدح دي مركو خيبي النبي قوى دولان كيسيبو قلي فغزا ودوا لي نبي فدنا وسر الوادي من القرية قرية دوني إن الله دريره أي أسر الوادي مفسرين توحي الشيغان ما قال لي رضا أريحا أدول كاشام كتا الله وهذا الأول كهدون يهود هذا مامل كيدا صالح قلعة ما قال لي أسوي أريحا ما قال لي أسوي
qaryadaas uu ku duulay oo niman jabaabiraah ee ka kufaare ee gaalaay ay deganaayeen ila jihaadku ambiyadii hore ilaahay ku waajib yeelay. Fadana wuu dhowaaday min alqaryati qaryadiiba u dhowaaday salaat alcasri ay waqta salaati alcasri waqti salaadii casrka ayuu u dhowaaday aw qariiban min dalika ama waqtiga casirkay u dhoweyd. Nacam cinda alxaakim fi lmustadrak waxay ahayd buu leeyahay casrigaasi casra yowmi aljumuca maalin jumcaad bay ahayd. Marka salaadii iyo duulaankii iyo muhimmadii oo dhan inta maalinta ka hartay kuma filna. Haddii dagaal inta la galo gobolkii dhaco iyadoo muhimmadii la dhammaystirina waa dhib kale. Halkaa markay marayso rabbi buu u jahaystay. Qoraxdiibuu markii hore la hadlo faqaala wuxuu yidhi nabigii waa yuushac bin nuune lishamsi qoraxdii wuxuu u yidhi innaki ma'muura qorax yahay ma'muuradaa tahay oo ilaahay baa ku amray. Amarka qoraxduna waa amru taskhiir rabbi baa noo sakhiray amarka ilaahayna ma khilaafayso. Adigu ma'muuratuha amarkii ilaahay baad fulinaysaa. Wa ana ma'muurun aniguna ma'muur baan ahay amarka marka la amray ninka la yiraahdo nabiga la amrayna waa amru takliif aniguna waxaan ma'muur ku ahan ku kallifanahay jihaad. Maxaa xal ah marka rabbigii aamirka ahaa inuu u jahaysta weeye. Marka rabbi buu u jahaysta wuxuu yidhi allaahumma allow axbisha calaynaa ilaahay qoraxda noo xabiso noo celi. intaanu muhimmadayada ka gudanayno ilaahu noo celi. Rabbi wuu ajiibayo faxubisat qoraxdii baa la joojiyey waa la joojiyey halkeedii bay ku istaagtay. Faxubisat xataa fataxa allaahu calayhi ilaa uu ilaahay u furay qaryadii oo gaaladii uu ka adkaaday oo qaryadii uu qabsaday. Mar haddii caa la jabiyey fa jumica alghanaa'im ghanaa'imtii iyo xoolihii baa lasoo ururiyey. Riwaayad imaamu an-Nasa'i raximahu allahu tacaala uu sunankiisa ku wariyey ayaa halkaa waxaa ku jiray wakaanuu idaa ghanimuu ghaniimatan bacaha allahu calayha annaara fata'kulahaa. Hadday ghaniimo ghaniimaystaan way soo ururi jireen dabadeed ilaahay dab iyo naar buu ku soo diri jiray dabkaasaa gubi jiray marka oo cuni jiray. Ilaa iyaga xalaalu ma aha. Markii ay ghanaa'imtii ay jamciyeen ay soo ururiyeen oo ay qaryadii furteen fa jamaca alghanaa'ima nabigii wuxuu yidhi markaa ghanaa'imtii soo ururiya meel ba la isugu keenay waxaa la sugayaa inuu dabkii soo dego oo markaa waxaa weeye inuu gubo. Fa jaa'at way timid yacni annaara dabkii gubayey baa soo degay litakulaha ay litakula alghaniima watxriqaha laakiin falam tadcamha ma ay taaban waa ka istaagta. Idan cillaa jirta marka cillaa jirta cilladu waa maxay? Waa quluul khiyaano iyo xatooyo rag baa waxabay bini aadamka damacu waa isaga jiraaye rag baa wax qarsaday. Malagii marka sidaa nabigii wuxuu ogaaday maadaama dabkii inta soo degay uu cuni diiday oo iska noqotay wuxuu ogaaday inay marka khiyaano jirto. Faqaala wuxuu yidhi nabigii waa nabi Yuushace inna fiikum guluulaa guluul iyo khiyaano iyo xatooyo ghaniimadii la xaday baa ku idinku jirta. Laakiin haddii qofkii waxadayna sheegi maayo cidda ogina sheegi la waa fadeexe fadeexa lama sheegi karo soo ma
ملقي مركا إلهي سبحانه وتعالى وكو إلهامي يمن طريقة وكو أغانكرا ما محاني النبي قبا يعني إلهي كو إلهامي مركابو وحو يري فليبايعني هاي لم بايعوضو هاي قانقاضو من كل قبيلة قبيلة كسا رجل من كمدا إلا ذاتك وكال قبائل وعلك على يقاننا قبيلة كستنك مركو أها ماذا حضو هاي هرجوغا هو أها أيو مصافحي قعنت قلي كي كلا كي كلا كي كلا مدبا قعنتي سي قعنتي النبي كودكتي مركا كودكتي بوليري مركا خيانة قبيل كاقي كتشفتاه يعني ما أها دليل وما أها أصوين وقائن كي لا لكن قبيل كومثال أيو أي كودح جرتاه مركو يري مركا فلي وبيعني هاي قعن قاضو من كل قبيلة قبيلة كسر رجل نن فلزقت يد رجل بيده نن قعنتي سيبا وحي كدكتي قعنتي النبي فقال وحيري النبي قبا وحيري فيكم الغلول قبيلة دي النبا خيانة إيا حتو يد كجرتا إيه فليبايعني قبيلتك قبيلة ضاضو من أفراد تشوكتاهي هاي لا مبايعات هاي قان قادو سيدي بالله يالي فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده لبنن أما صدح أن قان توضبا النبي قان دي سي قبصتي مركا علامة محيو النغطي إياقو إنا يوم حدين صمى فقال مركا سويري فيكم الغلول أفراد دينان باو حدي إيا مركا كان أبو يري مركا واحد حدين لما كان مال دم الله وما إنكر دم ما تشري كرو معجزة ماشي كم وقت فجاءوا وحيلي مادين برأس مضح ومن الذهب مضح الذهب ومثل رأس بغرة مضح مضح الرعاض وكراء أما شكل قيساء أما حجم قيساء وكراء له ذهب بيلي مادين فوضعوها مركابة كدرين غنيمة دي فجاءت النار نارتي يضبكي بمرلبات سودقي فأكلتها وعطبك إذا الحديث كان سبحون له فإيدي أمضه هوري غنيمة إلينا حلال وأهين مركاب النبي قيري ثم أحل الله لنا الغنائم أنك إلهي نوح علالي رأى ضعفنا ضعف يجا إمكانيات كيجا الدنيا سيده سيقول لي تبا إلهي أركي وعجزنا يعجز كيغا فأحلها لنا كوا إلهي نوح علالي إذا المسلمين تبا حلال تهي مسلمين تي أمة محمد هم بي حلال تهي وأنا خصوصياتك نبي صلى الله عليه وسلم لقوني إلي حديث كان يقصد عن بعض أهل العلم وهي أشياء معنى يرى لطيفه آد معان مليحة نللي رهضو أحمد بن محمد بن منصور لقب كي سنؤيه ناصر الدين مشهور نقوة ابن المنير وعلماء قرنقي تضبال أها وهد يجرى لأغواشي سا حافظ بن حجر وسود ليشهدو أي هذا العجيب بذن كيري حديث كان هذا الكبير وحكم ذها جعل الله علامة الغلول إلزاق يد الغال خيانة ذي وحلقوا أغانيو ربي علامة وحو أغدقي إني قفك خائن كاها إيا نبي قعنتي سيس كل قاندو طريقة إن أمرنا وحي الهام الهي وكو الهاميي نبي الله يوشع وكبركا اويا لدتك الى مبايعوضا سيداس بوكسو صاري وحي الى مركا قضية دان وكالة وحالا غيابا امدا اي امة محمد تتك اهل علمك وعلمك اي عبادة اي فهم كثاقب كاسيي ان الهي كو الهامية صورة قلبه
qisu sheegay marka qisa dhacday hikaayadu wuxuu yiri laga wariyay waliba dadkii xufaada ahaa iyo culimada ahaa oo qarnigii atbaacu taabiciin waliba waqtigii maalik dhacday waxaa jirtay buu yiri meel mowdka lagu mayro magaalada madiine ku taallay gaar ahaan haweenka lagu mayro gabar baa la keenuu yiri marka gabadhiiyo la mayrayo baa naagii soo gashay buu yiri sinaha intay ka dharbaaxday ay tiri zaaniyad baad ahayd intaa markay tiri jasadkeedii ay taabatay baa ku dhegay dhab gacanteedii waxay isku dayday inay gacantay waa ka bixi weysay waa ku dhegtay haweenkii dhaqayay baa naagay ka fujiyay waa laga fujin waayay ninkii malaha ah baa arrintii loo sheegoo la yidhi saasaa jirtay maxaa la yeelaa fuqahadii buu isugu yeeray sidaasaa jirta ee maxaa la yeelaa ma laga fuji waayo waa laga fuji waayey qola waxay yidhaahdeen gacanta intay ku dhegtay ha loo gooyo qolana waxay yidhaahdeen maya inta qofka nool gacantiisa la goyn lahaa iyada inta uga dhegtay gacanta cadkeeda jasadkeeda qaar ha la gooyo si kaloo la yeelo lama hayo ninkii madaxda ahaa marka wuxuu yidhi bal ii suga go-aan ma gaari karo ilaa an amar weydiiyo imaamu maalik raximahu allahu tacaala imaamu maalik baa warkii gaaray warkii baa loo sheegay wuxuu yidhi midda nool iyo midda mayidkaaba midna waxba laga goyn maayo laakiin buu yidhi middan mayidkaahe la qadfay ayaa waxay dalbaysaa xadulqadafkii in looga oofiyo yacni ilaahay unbaa qalbigiisa ku ilhaamiyey ee middan qaadifadaahee nool xadulqadfiha laga oofiyo jeedalkii baa lagu bilaabay toddobaatan iyo sagaal jeedal markii lagu dhuftaa la joojiyey weli gacantii waa ku dhegantay xadulqadafkii maxaa ka haray hal jabay baa ka haray halkii markii lagu dhuftay bay gacantii sii daysay marka wuxuu leeyahay ibnulmunayir lababa waa suuragal imaamu maalik xadiidkan inuu kala baxay oo dee fahamku muugsantahay waa cajiib dadka fahamka la isku mid lagama dhigin dadku kala faham badan waxaa kaloo suuragala inuu ku ijtihaaday oo ilaahay waafajiyey waafaqidiina xalkii ilaahay waafajiyey labadaba waa suuragal qisada marka waxaan ka faa'iidaysanaynaa qofka muslimka cirdigiisa iyo dhiiggiisa iyo maalkiisuba waa xurmaysan yahay xayan wamayitan marka xadka xuduudda adduunya waa sahlan yahay oga dhowr jeedal baa lagugu dhufanayaa ama qoorta lagaa goynayaa laakiin markay aakhare kula tagto xuquuqdaas oo dirham iyo diinaar aad haysato ood ku bixiso aadan aynan jirin hadday xataa jiraanna aan lagaa aqbalayn ee amarku uu yahay alajru waalithmu oo ajarkaagii loo qaybiyo ummaddii aad dulumtay dunuubtoodiina lagu saaro hadi hiya alkhasaara waana midii nabigu uu ku tilmaamay atadruuna malmuflis sidaa darteed nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu nagu waaniyey qofkii qof walaalkiisi madlamatiisu ay agtiisa taallo falyataxallal qabla an laa yakuuna dirhamun walaa dinaar ka xalaal dalab xuquuqdii u celi
هدي تهي إمام النووي سيدوك القيبيي حقوقه هدي حوالي وحلا مدة تهي وعلي عين تيدي هدي تالله وعلي أديك لنا قيمه هدي وعلي أما مثل قيدوك علي هدي حقوقه تهي حد القذف لبرك أنت هذا بني سيدو شيء ذلك هو اللي بتد وعتر هذا أيه إجاك بوسع حدود هذه مكن نفسك هذا حن إياه وحي لم إذا أي تهي كحلال ضرب إيه حلاله وإلا ما لنهم وحى لقى قاضي وأجر كاجية هي أما اسم هذا الله يندش لقى صار يو أي أدم بين دونته مرك حديث كي قصده با كنت وعدي بان وجرة المهم حديثك ماشى النبي صلى الله عليه وسلم أسود ليشرع يحويا أمضي هران إني حران كأهيب أمض المسلمين تانا اللوحة لليي باب الغنيمة لمن شهد الوقعة حلو عن صومر نبابك باللو يسي آيدي وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه إمام البخاري وحسوير وهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم آيد عموم بفائدين نساء مسلمين توحى جوبية وحى إيمان دونها إلى النبي عدي صلى الله عليه وسلم حديث كان مركز وصعده هي باب كان عدين تيب وقيب كيهي باب الغنيمة لمن شهد الوقعة لا لمن غاب عنها قفك كما قلنا هذا المياه والله حالها غنيمة هي ما قاعد يكن لي قروا غنيمة هذه قال الله لابدر له والدقال لوغا قبصده غنيمة لي رهنا هذه عبسي قلين أي عبصدين لكن أن دقال دعين لوغا قاتنا في مبالي رهنا والله سكر النقنية غنيمة وحاله ذاتك دقالك قلي أفر شمضة لو قيبين شن سهمي بالله قد يجي حالي يوم تلزوك هنا هل سهمي قوني بالله يجي مرك هذا لله ولرسوله قسم هذه سنة النبي قل إياه صلى الله عليه وآله وسلم لكن إلهي بقى قيبيي أفرت قيبوض وكلا وحالله قيبين إياه تتكيب على الله قيبين إياه قبل أبو قيبيا يقول إجر خمس كاسو هري باشن هذا الله سي قيبين إياه هل ميرو كم إذا النبي صلى الله عليه وسلم حوائج تيسة يا وحي الله كسو كردا الى النبي ومدح دولت دبه غامنيا ضد باو ايمانيا وحبي دونيا وحبا لا ويديسنيا وحي الله قليسيدا النبي كو يمادا بو النبي كو خليا افرت كلا ايغنا وحا لو قيبينيا مسلمين تكودا نندرايغا اه خوغا ام هوسيو ليتا وحي كصهرنا في سبيل الله بلقلنا مسلمين تابر كاله وحي أن دقال كتشرين أمباله يا وحي النبي بقوه قرطين سيقونية وحلاصية فايقة هديء يهي كله لله ولرسوله مركا النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين تا وحي لا حالهم بدقال ومجلين وحي من دراي أهنا والسين وحي كلنا مسلمين توما مولور ديجي لولبا أوباد ننجري مركا قابكا أمبا رابحين سيدة دكتور مركا وحولي هاي الغنيمة لمن شهد الوقعة وقفك وقعة هي الدقالك وقعة والدقالك يا موقع أو دجال كوكب دعي تدكي حاضري أي غني ماذا إسكاله إيقاف كم قلنا مايا
زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب قال: قال عمر: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال عمر: عمر باوح يري رضي الله عنه، لولا آخر المسلمين، مسلمين تكو ضد بياه هدينا جري لهين كواس ولئما ما فتحت قرية، قرية مفرتين إلا قسمتها، أي قسمت أموالها بين أهلها، أي الفاتحين كوا فاتحين تاهي فري أيان قيبلها، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم سيدي النبي أقيبيي خيبر، خيبر أقيبيي بانو قيب لها. لكن وجددوا كليها يحويا خمسك يوم ثيقة مو قيب غني ماذا ولا قيب قسموا غصبا عنه ولا قيب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وحرب ظن لقاها لي غنيمة دي ولا قيبيي وهي أن غنيمة أين أبو كراها المسلمين تو إلى هاي أن الصلح أن دقال كد عننا أما فيئة إلى قاربة بقي وإسليبي وصلح كويمد بلك مسلمين تالة مسلمين تالة بقوا باقي يالي يهودي بون أودي بينا يبيران ووحي كصبحة أي نسقاتان نسقة كلنا مسلمين تليه مسلمين تول نبي قوداي ضد بلن وما يقول دقال كجلنا قيبتي وحبو النبي كجلي صلى الله عليه وآله وسلم أو عكب ذها ضد كمارة المهاجرين كالمهاجرين تو حبشك يمد بكم ذها هي أشعريين تي مركا وقيب لها يروحن قيب لها بويري ضد كفرتي لكن مؤمني يلني فيجي إيو إيو خمس كيبا ووقفي وحنا نقول تلقى لي مسلمين تدمو إيمانية اللي هدي كوة شوغة هدى أي قاتان كوة دمو إيمانية محيليه بلكي ووقف سيدي سالو دايي ولا قونيه مقاضا نيسو وحي كصوبح المسلمين تمكا جوكتا هم بالسين اللو علين سيدابو يالي مرك مركالك وحن كفهمني ماشي النبي قل لغي وحيا هاي هدي غنيمتا هينا أربعة أخماس ضدك فاتحين تهالي ومقالا فتوقف طيب هدي فيت هاي أمي خمس هاي أما بلك الصلح مسلمين تكوهن تين أو يهي وطابا مايو بلك سيدي سو أهانيا وقف بو أهانيا وحين نفعي وكي ماذا المسلمين تالي مسلمين تلو يسبدل يا سوما ولي يقول مسلمين تأو يالا ونقنيا هي مصالح المسلمين تا لغو نفقي ونقنيا. باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ باب من بأباب يهي قاتل دريري للمغنم غنيمة دريري هل ينقص ميو مقسامنيا من أجره، أي من أجر جهاده، جهاد كيس أجر كيس من نقصامن مسمى النقصان من أيه. أبو وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم:
الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، ويقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أبو وائل شقيق بن سلمة قال: حدثنا أبو موسى، أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، قال: وحيري أبو موسى، قال: أعرابي، أعرابي وحيري للنبي، النبي أويري صلى الله عليه وسلم: الرجل ننكو يقاتل نرير بادية النبي ويديني صلى الله عليه وسلم، الرجل ننكو يعني نن هذا معين أوجده يعني جنس الرجال، الرجل ننكو يقاتل ودريني للمغنم بأدريني غنيمه إنه هل أدريني، والرجل منك لنا يقاتل ودريني ليذكر إلا الشيغة يعني بالشجاعة عند الناس هب المواقيس إلا يراد، ويقاتل أي آخر كوكرنا وأدريني ليرى مكانه ما ركتان مكان كيسة هي مرتبة ديسة حق الشجاعة ما ركتها إلا أركه ساس وفبا من في سبيل الله أنت كالدوان ومقاصده دو كالدوان تهي كيف في سبيل الله نبي وحب جوابي صلى الله عليه وسلم من قاتل قفك دقالما لتكون أي لأجل أن تكون إني أهاته كلمة الله كلمة إلهي وتوحيدك يدينك سي شرعك سيئة هي أيد العليا مديس الرئيسة فهو كأنبا في سبيل الله وحال إلى جوابت النبي أبحي صلى الله عليه وسلم أسلوبك أديبي وأحسن الأساليب دبنا ما له دوان نبي إلهي أوسيي جوامع الكلم كاسماها يا كاسماها يا كاسماها من مغرب قفك الله أنكر في سبيل الله وي أموت المامي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كان مغنم كدونا ياهي هذه قصد كيسو طهي لتكون كلمة كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا مع حب الغنيمة غنيمة دي نوافضة قصد كيسو نوا في سبيل الله كاسوا في سبيل الله برضو لكن هذه قصد كيسو حارها الكلية أي كطاي حوله بولي أما هلو أما هو أيو وحي لم يتعمرك حديث كي فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه نعم سلام النبي أبو جوابي مركا نيادا وناكسني ألا أجيد لماذا ممن عنا يسو إن أظن مصالح كرنا هذا نغربت ممن عنا يسو مثلا لبقف وحجسي بكال آلي من قصد كسوحوها تجارة أما شقاء من قصد كسوحوها أداء فريضة الحج كأداء فريضة الحج أيتها كمر ربنا إنه كان احتجار استو كمر ربنا سما أما أشقها كمر ربنا لكن كي كسو قابصد إن يدي سي قصد كيسي وأن الدنيا كلية كاسي ليس له أجر أجر منا نعم إذن نيدي إن نحن نيدي إن خيانين باب قسمة
الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضر لمن يحضره أو غاب عنه. باب قسمة الإمام إمام كأيوه قاميها أمضى قيبت أو قيبين أيوه ما يقدم عليه وحو إيمانيا وحو إيمانيا حراء وين ضدك قيبيا إيه لو أسوي خصنا ضدك شو تماه يا ما راح رأيبه دولة دي أتجيان ولا مرتجلين يا حراء وسوا سين يا أيها الأسكار جاب هيك شغلة صلاة ما يا وحا قف كان مسؤولك اللي وحاوي وحا يقول سيدي وانو مسؤول الأمة ياي قفك أمد المسؤولك هو وحي أي ماذا أمد عليه وانو قيبية. باب قسمة الإمام إمامك قيبتيسة ما يقدم عليه وحاوي إيمان يا إنو قيبية وضدك قيبية ومسأله ويخبأ إنه ما ربك لمن لم يحضره قفك أن صو حاضرين ماشي وحلو قيبين يي قفك أن صو حاضرين وعجي هاي وين ما ربك ربك وحدتك كلاوسي يي وين ما ربك إلا وحق لي صوما ما نجوجه أو غاب عنه أما كم غناضي لمن لم يحضره بلد كواجوجه لكن مجلسك وحلو قيبني وكما قلنا أو غاب عنه وحلو جيدا بلدك وحلو قيبني ومجوك بلدك لو جرا وحلو ردقا حقي سيو لردقا مدبا لردقا نعم أيوب مك حديث كان بوكيني أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة ابن نوفل فجاء ومعه ابنه المسور ابن مخرمة فقام على الباب فقال أدعه لي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك يا أبا المسور خبأت هذا لك وكان في خلقه شدة. أيوب هو السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت وحلوس هديي يعني وحلو كان له النبي أقبية قباء ونوع وانظرك كم ذا وشبط أو كراء شبط أو كراء مركا وأنا أرك سيدا بدن أنا عربت مركي وراء قوانين ما لها كلا لك كياني تباها سوى من ديباجنا نوع الديباج كاللي يرهضعه مزررة إيقلوسية ذون أيهم بالذهب ذهب أيهين ذهب إيقلوسية الله ربك فقسمها نبي قواقيبيو في ناس ددب أقيبيو من أصحابه كمنا وقيبي ونبي وقيبي يعني الديباج هذا مزرر وأزرار ذهب له رقم مقال كرام الديباج هو نوع من الحرير لكن أما هو قلم كرام مارتا أما هو إن كان لسين كرام قول له لبي سيد وامحرهم مركا نبي وقيبي مركو قيبي محوسة بي نبي وعزل منها واحدا أقبيدي بتكم بذبو ميل دقاي لنعو دقاي يو دقاي لمخرمة بن نوفل
ninkaa la yiraahdo makrama ibni nawfal ayuu meel u dhigay oo meesha iman, laakiin nebigu og yahay oo xusuusnaa. Fajaaca wuu yimid, makrama baa yimid, wamacahu ibnuhu almiswar ibnu makrama. Miswar ibnu makrama wax badan baa soo marnay, mar dhow buuna soo maray oo wataanu ku soo marnay xadiidkii cali ibnu lxuseyn zayn اlcaabidiin, ninkii seefta warsaday yiri seefta ku haynayaabuu ahaa almiswar ibni makrama. Marka wiilkiisa buu yidhi iwad, waanana soo maray xadiidku, wuu maqlay inuu nabigu wax qaybinayo. Markaasuu wiilkiisa yidhi nawadoo ii geen nabiga, waa la soo waday. Faqaama cala albaab, ay calaa baabi nabiyi sala allahu calayhi wasalama, albaabkii buu istaagay. Faqaala wuxuu yidhi, oo wiilkiisii almiswar u yidhi, udcuhu lii, nabiga iigu yeer. Horey marka waxaan u soo marnay wiilku taxaraja inuu nabiga inta u tagay yidhahda aabbahay baa kuu yeeraya, wiil yarna waa ahaa. Almiswar ibni makrama baa culays ku noqotay. Markaasuu yidhi innahu laysa biljabbaar, war jabbaar ma aha madax adage, nabigu aad buu maaragtay uu dabci fiican yahay, iigu yeer. Nabiga codkiiba maqlay sala allahu calayhi waalihi wasalama. udcuhu lii, markuu yidhi, fasamica annabiyu sala allahu calayhi wasalama, nabiga maqlay sawtahu, ay sawta makrama, fa akhada qabaa'an, jubbaddii uu meesha u dhigow soo qaaday. Fatalaqaahu bihi, markaasuu kala hor yimid oo ku salaamay. Wastaqbalahu biasraarihi, dhinacii galusiyada dahabka ilaahay buu xijiyey oo tusay, aad qurxoonna waa ahayd. Markaasuu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi waalihi wasalama, yaa abalmiswar, abalmiswarow, ilaa wiilkiisa miswar la yidhaahdaay, khaba'tu hada lak, tan adaan kuu qariyey, adaan meel kuu dhigay, soo ma jeedid inay qurxoon tahay, adaan meel kuu dhigay, soo ma. Yaa abalmiswar, khaba'tu hada lak, maaragta tan adaan kuu dhigay, tan adaan kuu dhigay buu nabigu yiriyiri ku celceliyey. Wakaana fii khuluqihi, ay fii khuluqi makrama, makrama khuluqiisiyo dabcigiisana shiddatun baa ku jirtay, in xoogaa dabci kulul buu ahaayo nabigu hadalkaa iyo inuu baasha qurxoon tuso waa nooc min almulaatafa ah. Markuu arkay buu markaa aad u farxay. Marka hore waxaan noo soo maray inuu nabigu yidhi radiya makrama, radiya makrama, inuu nabigu ku celceliyey. Makrama raalli buu noqday, raalli buu noqday inuu ku celceliyey. Idan marka nabiga sala allahu calayhi wasalam dadka xataa dabaa'icdooda siduu maaragtay u ilaali jiray bila iyo xuquuqdooda, xaqii uu lahay buu siinayaa, haddana iyadoo qurxoon buu haddana u sii qurxiyey. Markaasuu aada uga farxiyey weliba salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. Inaguna kuwa iyaga albaabkayba dadka kasoo xirtaan oo looga tegi karaba waxay og yihiin iskabadaaba, waxaa la ogeysiin karana lama arko, oo intaa waxaa ka sokaysa jidgooyo looga tegi kartid wuxuu og yahayna lama arko, naftiisa mooye cid kale waxba kama oga. Nacam, aad baa loo kala fog yahay. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.